مفيش اسهل من كده. قد يكون سكوت اتحاد كرة القدم او اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم ممكن يكونوا ساكتين علشان هم مقتنعين ان الاستبدال هيفضل خمس لاعبين فقط للأندية اللي عندها خمسة يعني. فهم ساكتين، قال لك خلاص هو ده اللائحة وده القانون وهو ده اللي هيمشي. أتمنى، ماشي، أتمنى يكون كده، ولكن كان ممكن جدا أن يكون هناك تصريح صحفي أو مؤتمر صحفي أو أي شيء، أنا ما أعرفش، المتحدث باسم اتحاد كرة القدم يطلع يتكلم في هذا الموضوع. ما أعرفش هل ده ممكن ولا لأ، هل ممكن يطلع يقول والله موضوع الاستبدال محسوم ومقفول واحنا عندنا خمس لعيبه هم اللي هيتم استبدالهم مش هنكتر عن خمس لاعبين؟ اعتقد ان ده حاجه بسيطه جدا وهتريح ناس كتير. لكن يعني انا مثلا عايز برضو اعمل لحضراتكم حاجه او مثل لهذا الموضوع. انا عندي ثلاث تغييرات في الملعب، مظبوط؟ مظبوط. غيرت التغيير الاول والثاني والثالث والثالث اتصاب حارس المرمى بعد ما غيرت التغيير الثالث. هل ده ارجع اقول لك معلش والنبي عشان خاطري غير لي الموضوع علشان يبقوا خليهم اربع تغييرات علشان انا عندي حارس المرمى اتصاب مثلا؟ يعني دي لائحه وقانون بيقول كده، او قانون وبعديه لائحه بتقول كده. فمش عايزين تحايل ومش عايزين نقعد نتكلم في كلام غير منطقي ومش مظبوط. الكلام المظبوط والمنطقي ان احنا يا جماعه لائحه وقانون يتم تنفيذه بس. انا مش عايز اكرر الكلام كتير لانه الحقيقه الموضوع بقى دمه ماسخ شويه. يعني انا خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا الموضوع اتفتح ثلاث اربع مرات، فانا ساكت. اكتر من موقع بيكتب، اكتر من قناه بتتكلم، اكتر من ناس على السوشيال ميديا بيكتبوا، وبالتالي لازم اطلع اقول وارد واكرر. وهل دي مثلا بالونه اختبار مرميه علشان نشوف رد الفعل؟ لا، رد الفعل واضح وصريح، لانه 90% ما كانش 99% من الانديه عايزه تتبع اللوائح والقوانين. بعيدا عن التحايل وبعيدا عن ان انا عندي لعيبه مصابه ولا انا عندي لعيبه هربانين ولا انا عندي لعيبه كذا، ماليش علاقه انا بكل الكلام ده. نادي الاهلي عنده لعيبه مصابه وما طلبش، كل الكلام ده انا ماليش علاقه بيه. حضرتك حطه على جنب، هي اللائحه بتقول ايه؟ فاكرين الفيلم بتاع عادل امام؟ فاللي هو وعمر الشريف بيقول ايه؟ يقول لك الدين بيقول ايه؟ واحنا برضو عندنا بنسال ايه؟ اللائحه بتقول ايه؟ طبعا انا بسال، يعني ما حدش يقول لي أن هناك التفاف على القانون والكلام ده كله، ماليش دعوة. أنا اللائحة بتقول لي أن هناك يجب أن يتم استبدال خمس لاعبين بس. حضرتك استبدلت اثنين فاضل لك ثلاثة، حضرتك استبدلت أربعة فاضل لك واحد، حضرتك استبدلت ثلاثة فاضل لك اثنين. وفي الصيف اللي فات اللي هو انتهى بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية، وساعتها النادي الاهلي طالب بان تكون نهايه الدوري العام قبل بدايه كاس الامم الافريقيه، وكان عندنا وقت ان احنا نعمل كده ولكن ده ما حصلش. وبالتالي كل اللي احنا فيه وكل اللي بنتكلم فيه ده النادي الاهلي كان اكبر الخاسرين ماديا ومعنويا وفنيا وكل شيء. عندك بعض اللاعبين، وده الكلام اللي الكابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم فيه خلال الايام السابقه. الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه؟ قال لك يا جماعه انا كان عندي لعيبه ممكن ابيعه او اعيره مثلا بمليون جنيه مثلا يعني، فانا اعارته ب 100,000 جنيه لانه مفيش وقت. حضرتك ما اديتنيش الوقت الكافي اللي انا اعمل بيه، وعندي لعيبه ب 30 40 مليون جنيه سبتهم. لو حضرتك هتقدر تعوضني ساعتها من الممكن جدا ان يكون هناك قرار اخر. اذا عوضتني على اللعيبه اللي انا سبتها دي كلها، اللعيبه دول كلهم. لكن حضرتك تيجي دلوقتي وتقول لي انا هغير نظام الاستبدال وهخليه سبعه مثلا ولا ثمانيه ولا سته ولا ثلاثه، يعني اكتر من خمسه؟ لا طبعا، ما حدش هيوافق على هذا الكلام. النادي الاهلي متمسك تمسك شديد جدا باللوائح والقوانين، والكلام ده كل شويه نعيد ونكرر فيه لانه كل شويه بيتفتح وكل شويه بيبقى حد عنده مشكله يطلع يقول لك طب ما نغير الاستبدال، نغير نظام الاستبدال. انا ما اعرفش الحقيقه
هي الناس دي بتفكر كده وبيدخلوا نفسهم في قصه تحايل ليه؟ ما اعرفش. كل واحد من حقه ان هو يحافظ على فريقه، كل واحد من حقه ان هو يحاول ان يكون فريقه هو الافضل، ولكن طالما هناك لوائح وقوانين واطر او نظام نمشي عليه، هو ده اللي احنا هنمشي عليه، هو ده اللي احنا اتعلمناه، هو ده اللي احنا عارفينه، ان كل حاجه داخل النادي الاهلي بتمشي بنظام، قوانين، لوائح، انظمه معينه بتمشي بيها. ما حدش يجي يقول لك مثلا اصل الفريق الاول مثلا بيقبض كام، ما حدش، ما هو لائحه بتقول ايه؟ اللي هيكسب ماتش كذا هياخد كذا، اللي هيعمل كذا هيعمل كذا، اللي هيخسر هياخد هيتم عقابه بكذا. لائحه. هو ده اللي احنا متعلمينه، هو ده اللي احنا عايشينه داخل النادي الاهلي وعارفينه. فمن فضل حضراتكم يجب ان يكون حسم، ان يكون هناك حسم لهذا الجدل. من فضل حضراتكم كلكم ناس انا عارف ان ايديكم نظيفه ومش عايزين، يعني اللجنه الخماسيه دي بالمناسبه لن تترشح لاتحاد كره القدم، مفيش اسم من الاسماء الخمسه اللي موجوده سيترشح لاتحاد كره القدم اللي جاي اللي هو بعد سنه. وبالتالي هم ناس جايين يؤدوا مهمه وطنيه في وقت معين. لكن قوانين ولوائح حضرتك حطيتها من فضلك امشي عليها.